مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. هذه قصه قدروا نسميوها شمتة الزواج. هذا السيد هذا مسكين اللي تشمت بعد ما دوز مع مرته تقريبا 17 عام، قصه حب طبيعه الحال واللي مازال حدود الساعه، ولو تشي كاع كامل اللي غنحكي لكم واللي غيحكي حتى هو مازال كيبغيها، مازال كتجبد لي سميتها عينيه كيغرغرو. هذا السيد اللي شرى الدار وكتب لمرته في سميتها وعنده معاه بنيه 17 عام ديال الزواج، للاسف كامله مشات في الزيرو، خرجوا شو الزنقه بعد ما كان في دارو، قالوا لك ينعس غير في الشارع، اصبح متشرد. ومع ذلك الرساله اللي كيوجه خديجه، انا راجلك وانت حبيبتي وتوحشك، يعني بغى هذاك الصلح وبغى انها تكون معاه وبغى انها ترجع معاه، ولو جدلت عليه ولو شي كاع كامل بغى يسمح لها، ياك حميدو بغى انه يسمح لها وبغى يرجع الحب والود اللي كان بيناتهم، اللي داز بيناتهم في 17 عام. هكا خويا حميدو خذ الميكرو احكي لي من الاول قص هذا المشكل هذا كيفاش بدا. كنت انا حكام شوف خلي الميكرو هنا هاك كنت حكام وهادي وكنت حكم وكنت مع الصلاح وهادي فهمتي كنت حكم فهم بدراعك حكام كاعي كنت معنا الله هذا هو الراجل اي شري شي الدار شحال تقامت عليك الدار؟ ناس يعني ماشي 12 مليون كي 12 مليون مشات الحمد لله. كنت عايش شومرتك مزيان؟ كنا عايشين مزيان. كيفاش كان داير العلاقه ديالكم شحال هذه؟ كنا بيحة ومي تلاقاش مع العيالات والجيران، الجيران كانوا كيجيو خدموا الماحان، كنجي محاك ما كنقام كاحني ماحان وماميمة وهادي صحابات صحابات ماميمة كنجي كنلقى ماميمة في قاع عكي ايوا مي كنشوفو كيحو كيمشيو عكان كيمشيو في قاع عكم كنمشي عكم كان ما حد كيكمل دونك تمكناش عليا وكنبقاو خلقوني معاها وخلقوني علي وكاي كتوي فيا وتعاود نبقى يعني المشكل اللي كان الاساسي هما الصحابات ما تحابر ما تحابر شنو كيقولوا عليك؟ كان يحاوشوا عليا وهادي الجيران وهادي شنو كيقولوا تستاهلي احسن منه ما يستاهلكش كانوا يصغروا منك كان يحكم حميد كنت حكام خدمت حتى هكا وخدمت كاناتو وهادي حكم ونقدنا كنت كنحكم نوح معاه مع السماح ونبقى مع الساك كانوا ما حلاش والجيران كانوا مقافوا عليا علاش كان الحسد؟ الحسد علاش حسدوكم؟ كنتو كتجبروا بعضياتكم؟ كان غير وكان حكام وكان قتلة ونجي منيها وهادي فهمتي كيفاش كانت دايره خديجه معاك؟ كانت ميحة مع مي كنا كاش مع الجيران والعيالات كانوا كان وحنا كعشاو معايا واحد الجيران وحنا كعشاو معايا وكان مشيت للجامع نجي للجامع لقيتهم عيقون الجيران تو حنا اللي كعشاو معايا الجيران كعشاو معايا مشا عيقون عليا وكيو حنا في التليفون تاو لي الصداع قال ما انا كنعاوم غير الجامع كنلقيهم خرجوا لي معموت والزرابوت والمعموت شكون هاد الجيران؟ ها الجيران خرجوا لي ونسوقوني والعموت وعلاش هادشي؟ ايوا نحسيت وخنوي كما كاين ما الطيحه ما كايناش مع ما طيح باطا ناس مع ما طيح فيه صاحبك ما طيح فيه ناس محسيت ناس ياكل مع فلوسها ويقويفة ويقويفة هو قاوني ما ساكن انت كنتي كتبغيها كنت كنبغيها وفاهم انا وياك كنت كتقول لك كانت مليحه وميكلا ميكلا كانت مع الجيران والو قالوا لي مشاكل الجيران دوزت 17 عام ديال الزواج ياه وحق مع منى فاماسيا منى فاماسيا كان ياك حاشا عليا فهمتي ما منى فاماسيا كاين بشني ما كنحكم في بشني ما الولد كان نسولك علاش كتمشي لهاد الدار سميتها وانا كان في حقيقه حقيقه النيه هي ما كانت مين النيه حليها من عوميه انا ولد كان وحليها من عوميه وكنت مكناش عليا كنت كاين فيها النية ونعقان فلوس وما خلي ما نجيب ليها نخدم ونقطع ليها حيت كان كنعاون فيها ما فيها تيتي مير وضرب كيلومتراج عشرة كيلومتر وقيت كنت مقاطعين عليا ومشيت عيشة كتجيني في الليل كتعمى معاهم كتعمى مع الجيران ما تجيني كتعمى 12 الليل و11 الليل انت مسكين نعست وبقيتي تسنى فيها وجا وحنا حي حاش عليا جات عليا الزواق بغات تكملي هي علاش ما ضربك؟ ما جات مع الجيه ما فهمتش مكنا عليا انت واش كنتي كتخونها؟ ها؟ كنتي كتخونها مع العيالات؟ لا لا يعني فاش اش كانوا كيقولوا لها عليك؟ ونشوف انا ما كان يحس معاهم هما كاين من عيالة كاين حاوشوها حاوشوها بصح كنجي معاك كان يقولوا فيا كان من بنتي حاوشوا يعني ما كنخ نوجه واش هذا مسكين؟ عشان سنين كان قامت حالة ما كنشوفها كنت قاف وكان يسمي بالدعوة مزاقة بيا البوليس كان يسمي بالحال وانا ندعي بالدعوة البوليس وقفوا معايا البوليس
كنت وقف معايا قايم بالدعوه. جربتي تعيط لها في التليفون؟ ها عيطتي لها في التليفون؟ كان عيط عليها ما كان جاوبني التليفون. علاش باقي كتعيط لها؟ بغيت تصالح. بغيت تصالح ولا نرجع معها حق هي وصحاتها. جرات عليك وضربت وهزات عند الزروانطه باغي تصالح معها. صالح. شنو هذا الحب؟ ها حب هذا ولا شنو؟ كما انا كما انا فامينه وصحاتي مع فامينه ما قلت تمشي على الكاميرا ما قلت ولكن انا بغيت نسولك انت دوزت عليك هادشي كاع كامل وباقي كتصوني عليها وباقي كتبغي تصالح معاها. لا خاصني نعرفها فين كتمشي وفين ما كنطيح فيا ما يحاك ما حال نعرفها فين في النار ما كطيح الوسواس. ما نطيح كون كان بناتي كان جاي عليه وبينه مشاكل وطيح فيها بغيت نعرف. يعني كما قلتي انت ما تايقش ما كاينش فيها حيت انا ولد كانجا ما كنطيحش براسها انا ولد كانجا كنا كيعرفوني كيعرفوني. ولكن زعما جرات عليك زعما انت باش غيهمك تعرفها فين مشات زعما واش شاك انها كانت شي واحد اخر ولا شنو؟ ماشي ما غنشوف غنشوف ومحامي عليا هي والجيران كلهم. هي ما كتجاوبكش باش تعرف هي ما واحد اخر. ها؟ ما كتجاوبكش كتحضيها كتمشي للدرب ولا شنو؟ كنحضيها كنمشي كنحضيها ما كتبانش ليا كيعيطوا على الجيران انا جاي فيها جيه كيعيطوا عليا في التليفون كيقولوا لي هو جاي وهي ما كتجيش ما كتهام عليا هام عليا جيه كيعيطوا عليا في التليفون ماشي حق انا كون كان بلاصتي جيهاني يقولوا فكا جيه صعيب حامني كمل حتى فامين تاع حمسوا عليا كلهم حماوا عليا فامين. شحال النمره ديالك اللي بغيتي تساعدنا دابا انت في السلطه؟ انا شايفها 6 77 97 64 04 04 الرسالة ديالك الناس اللي بغيتهم يوقفوا معاك شنو بغيت تقول لهم؟ ها؟ الناس اللي بغيتهم يوقفوا معاك. واش محسنين يوقفوا معايا ويعاونوني وهادي فهمتني؟ شنو بغيت تقول لخديجة؟ ها؟ خديجة شنو تقول لها؟ ما بغيتش نسمح لها حيت لو جات معايا عاقام وكاشا ما قلت وحشة حيت عيا مشاو معايا في حالي. انت باقي كتبغي؟ لا ما قلتش ما غير. 17 عام حميد وانت عينك غرغرة تجبدتي عينك غرغرة. ايوا مساكي. كون وصحاتني مع فامينا كلهم كخوتي وصحاتني معاهم كتعيط عليهم في التليفون كتحاشا معايا خوتي خوتي ما حناش فين وصحاتني انا ما تيبو جيم هاي بيناتكم الدم هاد كما دير حميدو. المشاهد يشوف تي في هذا قصه ديال حميدو بكل صراحه يعني حنا كنحاولوا غير نضحكوا معاه نبسطوا معاه شويه لانه الله يحسن العوان انسان واصله بين العظم فإلا حنا ما ضحكناش معاه وبسطنا معاه غادي يبقى يفكر ويبقى الهموم. فكنتمناو من اي واحد قادر انه يساعده ويوقف معاه يتصل به في الرقم الهاتفي لانه الانسان كان بدارو ولا كينعس غير في الزنقه فصعيب الحال. الى هنا مشاهدي شوف تي في كينتهي هذا المباشر الى مباشر اخر ان شاء الله وهذه قصه حميدو لان كما قلت دارو كلشي مشى ليه كتبوا في سميت مرتو ومرتو في الاخير جرات عليه الزنقه واصبح متشرد في الشوارع. فحميد اخويا الله يصوب ليك والله يسهل عليك يا ربي والله يحنن فيك القلوب.